بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 25. فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاد فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، تعاد الأرواح إلى الأجساد وتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر عنها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. ويقوم الناس لرب العالمين، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتجنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين وتوزن الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين ويصح الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويخلو الله بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. وأما الكافر كما ويخلو الله بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما محاسبة الكافر فإنها محاسبة وأما الكفار فإن محاسبتهم ليست محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أي التصديق بهذا اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتبه وأخبرت عنه الرسل وأجمعت عليه الشرائع والأمم المؤمنة، أجمع عليه المسلمون من كل ملة، دلت عليه الفطر والعقول سليمة. واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بالآخر لأنه يأتي بعد الدنيا. اليوم الأول هو واليوم الآخر هو يوم القيامة، لأن الدور ثلاث كما تدل عليه الأدلة: الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية دار البرزخ يعني القبور، والدار الثالثة دار القرار وهي الدار الآخرة. يسمى اليوم الآخر وتسمى الدار الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين يتقون دار القرار. فالإنسان منذ أن خلقه الله وهو في سفر، فهو في سفر وتنقل، انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه، ثم انتقل من رحم أمه إلى هذه الدنيا، ثم انتقل من هذه الدنيا إلى القبر، ثم ينتقل من القبر إلى الدار الآخرة فيستقر فيها ولا نقلة عنها، إما في دار نعيم وإما في دار عذاب، وإن الآخرة هي دار القرار. فاليوم الآخر الإيمان به هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعد اليوم الآخر من أركان الإيمان. والأدلة عليه أدلة كثيرة من الشرع ومن العقل ومن الفطرة والإجماع. الأدلة من القرآن كثيرة على البعث، كثيرة على بعث الناس من قبورهم وعلى حشرهم وعلى
ما يؤول إليه أمرهم بعد الحشر. الأدلة عليه من القرآن كثيرة، بل إن الله قرن الإيمان به، قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله. الذين يؤمنون بالغيب، قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والآيات في إثبات اليوم الآخر كثيرة، وكذلك في السنة النبوية تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر أكثر من غيره من الأنبياء، لأنه هو خاتم الرسل وليس بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، فلكونه آخر الرسل وهو نبي الساعة ذكر اليوم الآخر وأكثر من ذكره وحذر منه وأمر بالاستعداد له في أحاديث كثيرة. وأما دلالة العقول والفطر عليه فهي ظاهرة، لأنه لو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان خلق الخلق عبثا، يخلقهم في هذه الدنيا يأكلون ويشربون ويعملون أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة، ثم ينتهي أمدهم ويموتون ولا يبعثون، ولا يكون لهذه الأعمال حساب وجزاء، هذا يكون من العبث. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيكون خلقهم في هذه الدنيا لا نتيجة له، أعمالهم تكون لا نتيجة لها، وهذا عبث ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، أن يخلق خلقا ثم يتركهم سدى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يجازون على أعمالهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهمل لا يحاسب على أعماله ولا يجاز عنها؟ هذا من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. وأيضا العدل يقتضي أن هناك بعثا، فلو لم يكن هناك بعث لانتفت الحكمة الإلهية وانتفى العدل الإلهي، لأن الناس منهم من يفني عمره في الطاعة ويموت ولا جاز على طاعته، ومن الناس من يكفر ويفسق ويلحد ثم يموت على كفره ولا ينال جزاء في هذه الدنيا، تجده في هذه الدنيا ممتع معافى إلى أن يأتيه الموت وهو ملحد وكافر وفاسق، ثم يموت ولم ينل جزاءه على كفره. فدل على أن هناك دارا أخرى للجزاء، يجازي عباده المؤمنين بالكرامة ويجازي عباده الكافرين بالعذاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أنتم ترون كثيرا من المؤمنين يفني عمره في الطاعة وأيضا لا ينال جزاء هذه الطاعة في الدنيا، يموت وقد يموت وهو فقير أو يموت وهو مريض في غالب حياته أو مضيق عليه، مع أنه مطيع لله وعابد لله عز وجل. فدل على أن جزاءه أمامه في دار لا تفنى. وترون أكثر الناس كفرة ملاحدة يفسقون ويمرقون من الدين ويؤذون عباد الله ويظلمون ويبطشون بالناس ثم يموتون وهم على هذه الحالة، ما نالهم عقوبة، فهل يليق بعدل الله وحكمته أن يتركهم بدون جزاء ولم يجازوا في الدنيا؟ فدل على أن هناك جزاء في دار أخرى أمام هذا الدليل العقلي رائع. والرسل كلهم أجمعوا على الإيمان باليوم الآخر وبيّنوا لأممهم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فدل على أن رسلهم أنذرتهم من هذه النار وهذا المصير. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى، اعترفوا بأن رسلهم أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فدل على أن الرسل أنذرت باليوم الآخر وأنذرت الكفار باليوم الآخر، ولكن الكفار كذبوا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اعترفوا بكفرهم وأنهم كذبوا الرسل وكفروا بما جاءوا به، فحقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. فهذا دليل على أن الرسل أنذروا أممهم اليوم الآخر، بيّنوا لهم. إذن الشرائع أجمعت والرسل أجمعوا على البعث، وإنما أنكر البعث الكفار والملاحدة الوثنيون، المشركون الوثنيون أنكروا البعث، وليس لهم إلا شبهة استبعاد إعادة الأجسام بعد فنائها، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال من يحيي العظام وهي رميم، ما عندهم شبهة إلا أنهم يعجزون الله عز وجل ويستبعدون أن تعاد هذه الأجسام بعد فنائها وتحللها إلى تراب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. تراب، يصيرون تراب، فكيف التراب يعاد؟ هذه شبهتهم، ما عندهم شبهة إلا استبعاد هذا الشيء واستحالته على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا قدرة الله التي لا يعجزها شيء. فالله رد عليهم بأن الذي أوجدهم أول مرة من العدم قادر على أن يعيدهم، قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فالإعادة في نظر العقول أسهل على الله من البدء البداء، وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه سهل، لكن هذا من حيث المجادلة. فالذي قدر على البداء من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فما دمتم تعرفون وتوقنون أن الله هو الذي خلقكم وبدأكم فكيف تنكرون أن يعيدكم وهو قادر على ذلك؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا احتج الله عليهم بشيء يشاهدونه، شيء ميت بالي ثم يعيده الله وهم ينظرون إليه، وهو الأرض. الأرض تكون ميتة لا نبات فيها، فينزل الله عليها المطر فتتفتق ويخرج منها النبات فتصبح زاهية بالألوان والزهور والطعوم والروائح بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فأحيا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور، فدائما يذكر الله جل وعلا إحياءه للأرض ثم يستدل بذلك على قدرته على إحياء الموتى، لأن هذا موت وهذا موت وهذا بعث وهذا بعث. طيب النائم ينام ويموت ما عنده إحساس ولا فكر ولا شيء، ثم يبعثه الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. من الذي رد عليه روحه وحركه بعد أن كان ميتا نائما لا إحساس له ولا شعور؟ من الذي رد عليه روحه وبعثه؟ هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالشواهد كثيرة وهي شواهد عقلية لا مجال لنقضها والطعن فيها، مشاهدة يشاهدها الناس يشاهدونها. فهذا دليل على هذه أدلة على البعث وإحياء الأموات تشاهد. والله ذكر في سورة البقرة
عدة وقائع أحيا الله الموتى وهم يشاهدون. في قصة البقرة قلنا اضربوه ببعضها، القتيل واحد مقتول، فأمر الله بذبح بقرة، أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة لأنه ما يدرون من اللي قاتله، قتيل ما يدرون من اللي قاتله، فأمر أوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة. حصل منهم معاناة وتردد وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها، أخذوا جزءا من البقرة فضربوا به الميت فأحياه الله وقال فلان هو الذي قتلني، أخبر عن قاتله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الذين أخذتهم الصعقة مع موسى لما قالوا أرنا الله جهرة غضب الله عليهم فأخذتهم الصاعقة وماتوا هلك، فدعا موسى ربه عز وجل أن يحييهم لئلا يقول بنو إسرائيل إنه قتل أصحابه وذهب بهم ليقتله، فأحياهم الله عز وجل بعد موتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم. كذلك الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس، هذا شيء شاهدوه وعرفوه. كذلك الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. هذا في القرآن الكريم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يكون عن مشاهدة، يكون هذا عن مشاهدة، علم اليقين غير عين اليقين، عين اليقين أبلغ، وإلا فهو مؤمن بالبعث وعالم به علم اليقين، لكنه يريد أن يترقى إلى عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير اصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي. جاب طيور وقطعها ومزقها وفرقها ثم دعاها فجاءت إليه كما كانت حية، اجتمعت أجزاؤها المتفرقة إلى بعضها وانضم بعضها إلى بعض وعادت إليها الروح فعادت كما كانت بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نماذج من إحياء الموتى. أصحاب الكهف الذين لبثوا فيه 300 سنة وازدادوا 9 على قول، والقول الثاني أنه لا يعلم لبثهم مدة لبثهم إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، هذا دليل من أدلة البعث. هؤلاء القوم الذين بقوا في كهفهم ضرب الله عليهم النوم 100 سنين ثم بعثهم الله عز وجل وأحياهم وردهم. كذلك قال تعالى ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه أدلة واضحة من القرآن في الدنيا، أحيا الله أمواتا في الدنيا والناس يشاهدونهم، كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه شواهد وقعت في الدنيا ليعتبر بها الناس ويعرف قدرة الله على إحياء الميت إذا شاء. والإيمان باليوم الآخر كما يقول الشيخ رحمه الله يشمل كل ما بعد الموت، اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، فمن مات دخل في اليوم الآخر، من مات دخل في اليوم الآخر وقامت قيامته الصغرى وهي الموت، وإذا أراد الله بعث الناس جاءت القيامة الكبرى، فخلق الله الأجساد أعادها كما كانت ثم أمر إسرافيل فنفخ في الصور، ينفخ النفخة الأولى الصعق فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناه الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعقوا يعني ماتوا، ثم نفخ فيه أخرى، نفخ فيه إسرافيل مرة ثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها بعدما تكاملت الأجساد وانبنت وعادت كما كانت، حتى لو مررت على أحدهم وأنت تعرفه في الدنيا لعرفت، قلت هذا فلان، يعود كما كان. فإذا تكاملت أجسامهم وانبنت أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها وساروا إلى المحشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، خش عن أبصارهم يخرجون
من الأجداث من القبور كأنهم جراد مندثر يوم يخرجون من الأجداث. قال تعالى في سورة المعارج: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم الآخر. فإذا دخلت الأرواح إلى أجسادها تحركت ثم ساروا باتجاه واحد يسيرون باتجاه واحد إلى المحشر لا يتخلف أحد منهم ولا يجلس أحد أو يروح واحد إلى طريق آخر لا يسيرون باتجاه واحد بأمر الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب هو العلم الذي يكون مع الجند يصير أمامهم وهم يمشون وراه ما يتخلف عنه أحد. هذه القيامة الكبرى. أما القيامة الصغرى فكل من يموت قامت قيامته فالشيخ رحمه الله ذكر أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وأول ما يكون بعد الموت فتنة القبر، فإن الميت إذا وضع في قبره ودفن وانتهي من دفنه وانصرف المشيعون وهو يسمع قرع نعالهم، يعطيه الله السمع فيسمع قرع نعال، لكن السمع ليس كالسمع الذي في الدنيا، سمع برزخ، وإنه ليسمع قرع نعالهم. فيأتيه ملكان تعاد روحه في جسمه، وهذه الإعادة ليست كالروح إعادة الروح في الدنيا، حياة برزخية ليست مثل الحياة في الدنيا، تعاد روحه في جسمه فيحيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياته على وجه الأرض. فيجلسانه في القبر فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة. فالمؤمن يقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. فيقولان له: وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، قرآن فعلمت وعملت. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره حتى يكون مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى منزله في الجنة، ويفتح له باب إلى النار فيقال: هذا منزلك من النار وقد عوضك الله عنه. فيبقى في نعيم في قبره، وينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، هذا المؤمن. وأما المرتاب والمنافق والكافر فإذا قيل له: من ربك؟ قال: ها لا أدري. من نبيك؟ ها تردد: لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني إنما هو تابع للناس، إن آمنوا آمن وإن كفروا كفروا، هو لا يعتقد ذلك بقلبه، وإنما تبعية من غير إيمان ومن غير علم ومن غير بصيرة. لأن المنافق والعياذ بالله يظهر الإيمان لأجل مصالحه لا لأجل الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وباليوم الآخر، لا يؤمن بهذا، وإنما يظهر هذا لأجل مصالحه، من أجل يعيش مع الناس في هذه الدنيا. فلذلك يغلق عليه الجواب في القبر، وإن كان في الدنيا فصيحا ومتعلما وفاهما في الدنيا، لكن في هذه الحالة يغلق عليه الجواب فلا يدري ماذا يقول، فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة، وهي المطرقة، وهي مثل مطارق الدنيا، هذه من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله. فيضرب بمرزبة من حديد، لو ضربت بها جبال الدنيا لانهالت، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. والحكمة في ذلك أن الإنسان لو سمعها لصعق، يعني لمات، فلو سمع الناس صيحة هذا في قبره لهلكوا جميعا في لحظة واحدة. فمن حكمة الله أن حجب عنهم هذا الصوت فلا يسمعونه، وإنما تسمعه البهائم وتسمعه الأشياء والطيور وغير بني آدم، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ودخانها وسمومها، فيقال: هذا منزلك إلى أن يبعثك الله، فلا يزال في عذاب. هذا
المنافق والكافر في قبره، وهذا عذاب البرزخ، عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، السنة المتواترة كما سبق ثابت، لا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على أفكارهم وعقولهم ولا يستدلون بالنصوص، يقولون ما خالف العقل فنحن لا نستدل به، وعقولهم يقولون لو فتحنا القبر على الميت ما وجدنا عنده عذاب ولا وجدنا ملائكة ولا وجدنا شيء. نقول لهم يا مساكين، هذا أحوال الآخرة، ما هي بأحوال الدنيا، هذه محجوبة عنكم، هذه من أمور البرزخ، وأمور البرزخ من أمور الآخرة، محجوبة عن أهل الدنيا. فليس كونكم لا تدركون هذا الشيء دليل على عدم وجوده، هو ليس من عالمكم الآن، هو من عالم الآخرة، وما هو فيه لا يدرى عنه. يعني يمكن أنه في نعيم في روضة من رياض الجنة ما تشوفونها أنتم، أو في حفرة من حفر النار ولا تشوفونها أنتم، لأنكم من أهل الدنيا وهو من أهل الآخرة، وأمور الآخرة محجوبة عن أهل الدنيا، والاعتماد فيها على النصوص فقط، ليست مما يدرك بالحس أو بالعقل، وإنما يعتمد فيها على خبر الصادق فقط. هذا هو الإيمان. ويمكن يكون في القبر اثنان مدفونان، واحد في حفرة من حفر النار وواحد في روضة من رياض الجنة، ولا يأتي هذا من نعيم هذا ولا هذا من عذاب هذا، والله قادر على كل شيء. بل هناك شاهد واضح في الدنيا، ينام اثنان عندك، اثنان نائمان، هذا يكون في سرور ويرى مرائي طيبة ويتنعم ولا قام ولا مبسوط ومرتاح وفرح، وهذا يرى مرائي مزعجة والعياذ بالله، ويتكدر في نومه ويتنغص ويخاف، فإذا قام وإذا هو متكدر، يعني هذا نموذج، وأنت تشوفهم اثنين ما ترى على هذا شيء ولا على هذا شيء. فأمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا وحواسنا وإدراكنا، وإنما نعتمد على الأخبار الصادقة، هذا هو الدليل الذي نستدل به، أما العقول فلا تدرك. فكون المعتزلة بسذاجتهم وبعد أفهامهم يقولون لو فتحنا ما وجدنا هذا في نعيم ولا وجدنا هذا في عذاب، نقول لهم هذا من أمور الغيب، وكونكم لا تجدون هذا ما هو دليل على عدم وجوده. كم من الأشياء ما نراها وهي موجودة، أليس كذلك؟ كم من الأشياء ما نراها وهي موجودة، فعدم رؤيتنا لا تدل على عدم وجود الشيء، فهذا من أسمج أنواع الاستدلال. ولكن الإنسان إذا طمس الله بصيرته فإنه يسقط إلى الحضيض والعياذ بالله، فهم يريدون أن يقيسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، ويريدوا أن يقيسوا نار الآخرة على نار الدنيا، حسبونا مثل نار الدنيا هذا. وأيضا قد كشف الله لبعض عباده شيء من عذاب القبر، وهذا مذكور في الكتب، ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور أشياء عجيبة عن أناس شاهدوا شيئا من عذاب القبر أو من نعيم القبر، فقد يطلع الله بعض العباد على شيء من ذلك، كما أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على القبرين، لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وحصل وقائع من هذا استوفاها الحافظ بن رجب في كتاب أهوال القبور، وهو كتاب مطبوع ومتداول. ابن القيم في كتاب الروح أيضا ذكر أشياء من هذا. فالحاصل أن هذا لو لم يحصل ولم يشاهد ولم تثبت هذه القصص، فإن عذاب القبر ثابت أو نعيم القبر ثابت بالأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. جاء في صحيح مسلم عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البرزخ: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فإذا سأله الملكات قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كما أن الله ثبتهم في الدنيا على الإسلام ثبتهم في القبر عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على الإسلام، وفي الآخرة في القبر إذا وضعوا في القبر ثبتهم الله عند السؤال فأجابوا بجواب سديد. ويضل الله الظالمين، كما أنهم كفروا بالله في الدنيا فإن الله يضلهم عند سؤال الملكين فلا يستطيعون الجواب، يضلهم الله عن الجواب، ويفعل الله ما يشاء. هذا في سؤال الملكين من القرآن الكريم الذي فسرته السنة الصحيحة. أما عذاب القبر في القرآن ففي قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر في قبورهم، ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر ذلك العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر في أحد التفاسير، دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة. وقيل العذاب الأدنى ما يصيبهم في الدنيا من القتل والأسر. فالحاصل أن في الآية تفسيرين، أحدهما أنه عذاب القبر. وأما الأحاديث من السنة فكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. في أحاديث كثيرة صحيحة تثبت عذاب القبر، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وكان مرة على فرس فنفرت، لما مر بمقبرة نفرت الفرس، فقال: هذه يهود تعذب في قبورها. يعني الفرس سمعت صوت العذاب فنفرت، لأن البهائم لا يحجب عنها سماع هذا الشيء. أما بنو آدم فإن الله يحجبه عنهم رحمة به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو أن الناس اطلعوا على عذاب القبر ما دفن بعضهم بعضا من الخوف والرعب. وعذاب القبر يكون للمؤمن وللكافر والمنافق، يكون للكافر والمنافق، ويكون للمؤمن العاصي، للمؤمن العاصي. أما الكافر والمنافق فعذاب القبر يستمر معهم إلى البعث والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق إلى أن تقوم الساعة، ثم يؤول إلى عذاب أشد وأكبر. أما المؤمن صاحب الكبيرة من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب، وقد يرفع الله عنه العذاب، يرفع الله عنه عذاب القبر، إما بعفوه عنه سبحانه وتعالى، وإما بدعاء يلحقه من الصالحين، أو صدقة أو إحسان يفعله الحي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر. فالحاصل أن عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم إلى يوم القيامة. وأما المؤمن فقد يرفع الله عنه عذاب القبر لأسباب، منها عفو الله جل وعلا، ومنها أن الأحياء يعملون أعمالا يصل ثوابها إليه فينفعه الله بها من صدقة أو حج أو عمرة أو دعاء. وأعظم ذلك الدعاء، الدعاء أعظم ما ينفع الأموات بإذن الله، والاستغفار لهم والترحم عليهم وزيارتهم والسلام عليهم، وهذا مما يخفف به الله عنهم بسبب إخوانهم المسلمين وشفاعتهم لهم. هذا ما يكون في القبر. نعم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكبرى. القيامة الصغرى ما هي؟ الموت. قيامة الصغرى الموت، أما القيامة الكبرى فهي البعث من القبور. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى نهاية هذا العالم الدنيوي فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بما أخبر
سبحانه وتعالى من تغير هذه الأرض وهذه السماء ودك الجبال وأن تكون هباء منبثا، ويحصل الصعق، يحصل الصعق حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل حي إلا من استثنى الله عز وجل، إلا من شاء الله، فيموت من بقي من الناس ويتساوون في الموت، يتساوون في الموت السابق واللاحق. ثم يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر 40 يوما مطرا غليظا لا يمنع منه سقف، يصل إلى الأرض فتنبت الأجسام، تنبت به الأجسام من القبور وتتكامل خلقتها، تتكامل خلقتها كما كانت. ثم يأمر الله إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح من القرن من الصور إلى أجسادها فتحيا بإذن الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ثم يأمرهم الله بالمسير إلى المحشر فيسيرون لا يتخلف منهم أحد، والمحشر مكان واسع لا ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا أشجار ولا شيء، مكان مستوي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه أرض المحشر، فيجتمعون في هذا المحشر، يجتمعون الأولون والآخرون، جميع بني آدم الأولون والآخرون، ثم تنزل الشياطين فتكون من ورائهم، ثم تنزل الملائكة صفوفا محيطة بهم، محيطة بالناس من كل الجوانب، ملائكة، ملائكة السماوات كلها تنزل تصير صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم يؤتى بجهنم وتحيط أيضا بالناس، وجيء يومئذ بجهنم. ولهذا يقول تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلا أحد يستطيع يخترق هذه الحواجز وهذه الصفوف، فيحشر الخلائق في مكان واحد، في مكان واحد يزدحمون حفاة ليس عليهم نعال، غرلا فيهم غير مختونين، الجلدة التي قطعت الدنيا تعود في مكانها، غير مختونين، حفاة عراة ليس عليهم ثياب كما خلقهم الله أول مرة، ليس عليهم ثياب، حفاة عراة غرلة، وتدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين على رؤوسهم، والنار محيطة بهم، فيصيبهم من الحر والعرق، ويبلغ العرق من كل منهم بقدر أعماله، فمنهم من ألقى العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه العرق، عرقه من شدة الحر، شدة الشمس، شدة والموقف ليس زمنا يسيرا، 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا الموقف، وهم واقفون على أقدامهم في هذا الحر الشديد وهذا العرق الشديد بقدر أعمالهم، يعرقون بقدر أعمالهم. فالأمر عظيم ولا تدركه العقول هذا الحشر. ثم بعد ذلك يتقدمون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يطلبون منهم الشفاعة في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من هذا المحشر، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى نوح يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى عيسى، يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، كلهم يعتذرون، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ربه ويتضرع إليه، فلا يزال ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويدعو الله بفصل القضاء بين عباده فيعطيه الله ما سأل. فذاكم المقام المحمود
الذي قال الله تعالى فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون. وهذه هي الشفاعة العظمى التي يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم حين تأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيفصل الله، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فيحصل الحساب والميزان وتطاير الصحف إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، فالأجسام وإن تحللت وصارت ترابا فإن الله يعيدها من هذا التراب الذي تحللت إليه، ومن عجب الذنب وهو حبة صغيرة عند العصعص لا تفنى، هذه لا تفنى ولا تصير ترابا، هذه تبقى، منها يركب خلق الإنسان. فالإنسان وإن تحلل وصار ترابا فإن الله يعيده من المادة التي تحلل إليها وهو أعلم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فبنو آدم لا يعدمون بمعنى أنهم ينعدمون ولا يبقى لهم شيء، بل تبقى موادهم ويبقى عجب الذنب والتربة التي تحللوا إليها فتعاد منها أجسامهم، فهم يفنون ويتحللون لكن لا ينعدمون انعداما كما تقوله الفلاسفة، لا ينعدمون بل تبقى مادتهم التي خلقوا منها ولو صارت ترابا. وأيضا عذاب القبر أو نعيم القبر يصل إليهم ولو كانوا ترابا، فنعيم القبر أو عذاب القبر يكون للروح ويكون للبدن ولو كان ترابا، ينعم أو يعذب ولو كان ترابا، والله قادر على كل شيء. بل إن النعيم أو العذاب يصل إلى الميت على أي حال كان، سواء قبر في الأرض أو أكلته السباع أو هي أكلته الطيور أو صلب على خشبة أو ألقي في البحر، يصل إليه العذاب أو النعيم. عذاب البرزخ يحصل للميت على أي حال كان، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فلا يقال أن الميت إذا ما قبر ما يجيه نعيم ولا عذاب، بل المراد بالبرزخ ما بعد الموت، سواء في القبر أو في جوف سبع أو في جوف طير أو في قعر بحر أو في جو أو على خشبة أو في أي مكان، فالعذاب يأتي لروحه ولبدنه. والعلماء يقولون الأحكام في الدنيا تتعلق بالأبدان والأرواح تبع لها، وأما في القبر فإن العذاب أو النعيم يكون على الأرواح والأبدان تبع لها، عكس ما في الدنيا، الدنيا على الأبدان والأرواح تبع، في القبر على الأرواح والأبدان تبع. أما في الجنة أو النار يوم القيامة فإن ذلك يتعلق بالأرواح والأبدان معا، النعيم أو العذاب في الجنة أو في النار يتعلق بالأرواح وبالأبدان جميعا. نعم. وأرواح العباد بعد الموت، أرواح العباد بعد الموت لا تفنى، وإن كانت الأجسام تفنى وتتحلل لكن الأرواح لا تفنى، لكن أرواح المؤمنين تختلف، منها ما يكون في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما يكون في أجواف طير تطير في الجنة تأكل من أشجارها وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وهي أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في سبيل الله عز وجل، ومنها ما يكون على باب الجنة وهي أرواح المؤمنين. أما أرواح الكفار فإنها تكون في سجين في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله، في سجين في أسفل سافلين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والعياذ بالله. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين، تدنو منهم الشمس يعني تكون على رؤوسهم على قدر ميل أو ميلين فقط، حين الشمس نحن ما نستطيعها وهي في السماء الرابعة بعيدة آلاف السنين عنا، فكيف إذا كانت ميل أو ميلين. نعم. ويلجمهم العرق يعني يلجم بعضهم، وبعضهم يختلف مبلغ العرق منه بحسب ذنوبه. نعم. لكن أشدهم من يلجمه العرق يعني يصل إلى فمه فلا يستطيع يتكلم،
مثل الفرس الملجم، نعم، باللجام، نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت يكون في الآخرة أولا الحشر كما عرفتم، هذا الموقف الطويل المتعب، إلا أنه على المؤمنين يكون يسيرا وسهلا، وإنما يكون عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، أما على المؤمنين فإنه سهل ولا يجدون فيه هذا التعب. وقال تعالى فإذا نقر في الناقور، الذي هو النفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فعسره ومشقته إنما تكون على الكفار، نعم. وقد يكون على عصاة المؤمنين شيء من ذلك، فإنهم قد ينالهم شيء من مشقة هذا اليوم بحسب ذنوبهم، نعم. فتنصب الموازين فتوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا الحشر وبعده الموازين، موازين جمع ميزان، وهو ما توزن به أعمال بني آدم، تنصب الموازين. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين موازين حقيقية لها كفتان ولها لسان، توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات، فمن ثقلت حسناته بسيئاته أفلح، ومن ثقلت سيئاته بحسناته خاب وخسر، والعياذ بالله، نعم. أن تقول الآن يضر الإنسان المنافق والكافر ضربة يسمع صوته كل شيء. أنا اللي قلت هذا ولا الرسول؟ سبحان الله، نعم. ما تحسنون السؤال، نعم. وهل يسمعون الجن أم لا؟ الله أعلم، الجن مكلفون مثل بني آدم، مثل مكلفون مثل بني آدم، فالله أعلم أنهم لا يسمعون هذا، نعم. فضيلة الشيخ قوله تعالى أحسبتم أنما خلقناكم عبثا هل هي موجهة للكفار فقط أم الجميع الجنس والجن؟ موجهة لكل من خالف، لكل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، هي موجهة له، الكافر والعاصي وكل من خالف أمر الله، نعم، فإنه يتذكر البعث والحساب، نعم. فضيلة الشيخ هل الميت يعذب بروحه أم ببدنه؟ أي العظام والجوارح وما هو الدليل في ذلك؟ سمعتم الجواب أن عذاب القبر يكون على الروح وعلى البدن، لكن الروح أصالة والبدن تابع لها، ولو كان ترابا إنه يصل إليه العذاب ولو كان ترابا، نعم. يقول ما الدليل؟ يعني ما سمع أدلة عذاب القبر؟ نعيدها عليه مرة ثانية، ما سمعت أدلة عذاب القبر التي ذكرنا بعضها؟ نعم. فضيلة الشيخ كثير من الأموات يركنون في النجاة مدة طويلة دون دفن في القبور، فهل الله سبحانه وتعالى يؤخر عذاب الميت حتى يوضع في قبره أم عند موته؟ الله أعلم بهذا. المهم أنه لا بد من حصول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه يكون في قبره، يكون في قبره، ومن لم يقبر وأكلته السباع أو ألقي في البحر فإن قبره ما استقر فيه، قبره ما استقر فيه، فالقبر معناه ما استقر فيه الميت، أما ما دام أنه بينقل وما بعد استقر إلى الآن، نعم. ولذلك يستحب أو يجب تعجيل بتجهيز الميت ووضعه في قبره، إن كان صالحا فخيرا يقدم إليه، أنا والعياذ بالله سيئا فيستريح منه الناس، شر تضعونه عن رقابكم، نعم. فضيلة الشيخ هل صحيح أن اسم الملكان
اللذان يأتيان ميت في قبره منكر ونكير. ورد هذا، نعم ورد أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير، ورد به بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفر منكر عذاب القبر؟ نعم، منكر عذاب القبر يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من عدم سماع الثقلين ما في القبر؟ إذا سمعتم الحكمة بينها الرسول، يقول لو سمعها الإنسان لصح، رحمة به لم يسمع الله ذلك لأنه لا يطيق هذا الشيء. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحاصل أن هذا فيه رحمة بالمؤمنين لأجل ألا يحصل منهم فزع وخوف نفورا من دفن الأموات. نعم. فضيلة الشيخ، أطفال الكفار إذا ماتوا هل يذهبون إلى النار أو يذهبون إلى الجنة ويكونون من طيورها؟ في الدنيا حكمهم حكم آبائهم، يعاملون معاملة آبائهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، اختلف العلماء فيهم، لكن أمرهم إلى الله، صحيح التوقف في شأنهم وأن يوكل أمرهم إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل قول المصنف شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن تقوم القيامة الكبرى وتعاد الأرواح إلى الأجساد، هل فيه دلالة على اختيار المصنف أن الأرواح في البرزخ انفصلت عن الأجساد، وعلى ماذا يقع العذاب والنعيم؟ لا، المصنف رحمه الله يقول تعاد الأرواح إلى الأجساد إعادة خاصة، إعادة حياة، لأن علاقة الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم لها خمس حالات. الحالة الأولى علاقة الروح بالبدن في بطن أمه، هذه علاقة خاصة ما مثل علاقته بعد ما يولد. الحالة الثانية علاقة الروح بالبدن بعد الولادة. الحالة الثالثة علاقة الروح بالبدن في النوم، فإن الروح لها علاقة بالبدن غير علاقتها في المتيقظ، المتيقظ يتحرك ويمشي ويسمع، بينما النائم لا يسمع ولا يعقل وهو نائم. علاقة الروح به علاقة خاصة غير علاقة اليقظة. النوع الرابع علاقة الروح بالبدن في البرزخ في القبر، فلها علاقة به خاصة ليست كعلاقتها به في الدنيا، وإنما هي علاقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعذاب يقع على الروح والبدن في القبر. النوع الخامس علاقة الروح في البدن في الآخرة في الجنة أو في النار، وهذا أكمل أنواع العلاقات، علاقة لا انفراد بعدها أبدا، لا تفارق روحه بدنه أبدا، إما في نعيم وإما في عذاب. هذه أنواع تعلقات الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. وهذه الأمور يعني كيف تتعلق، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأمر الروح أمر عجيب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمر الروح هذا من أعجب الأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين سماع الميت لقارئ النعال وبين قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟ لا تعارض بين الآية والحديث والحمد لله، لأن المراد إسماع الموتى الدعوة إلى الإسلام، الميت لا ينفعه الدعوة إلى الإسلام، وهذا من باب ضرب المثل، فالكافر الذي عاند هذا ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، الميت هو الكافر، والذي أحياه الله هو الذي أسلم. فالله جل وعلا يقول إنك لا تسمع هؤلاء المتعنتين دعوتك إلى الإسلام ولا يقبلون ولا ينتفعون، كما أن الميت في قبره لا ينتفع بالدعوة إلى الإسلام، فهذا من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل، وليس هو من باب نفي أن الميت يسمع. الميت يسمع لكن سماع خاص من أمور البرزخ، ما هو مثل سماعه في الدنيا. نعم. أنتم لا تقيسون أمور البرزخ وأمور الآخرة بأمور الدنيا، أبعدوا هذا عن أذهان. أمور الآخرة وأمور البرزخ من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بالنصوص الواردة كما جاءت. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المسلمين في بلادنا ينكرون عذاب القبر ويحتجون بهذه الآية قوله تعالى من بعدنا من مقدنا، فكيف الرد عليهم؟ اصبر عليهم شوي ويشوفون عذاب القبر، هل ينكرونه؟ اصبر عليهم شوي ويشوفون ما أنكروه، هذا ضلال وعياذ بالله. الإنسان مسلم مؤمن
يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، هذا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وامتثال ما والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولا وش معنى شهادة أنه رسول الله؟ يخبرك وتكذبه، يقول لك هناك عذاب في القبر تقول لا ما في عذاب في القبر، صلى الله العافية والسلامة. نعم.